السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة لجميع متتبعي قناة صلاح الكربانت. كنرحب بكم في هذا الفيديو الجديد اللي غادي ان شاء الله كما تشوفوا في العنوان. هذا البارطما هذه كانت دخلنا لقيناها عمرة كما كتشوفوا، عمرة قديمة، ويعني صراحة لقيناها مسخة. ان شاء الله غادي نحاول نرجعوها ديكور خيال او بلاتينيا او فيروس، يعني كل على حسب المسميات ديال الشركة. ان شاء الله غادي نحاول نبدلو ستيل ديال هاد البارطما هادي. كما كتشوفو البارطما لقيناها شوية مكرفسة، يعني العبرة ملي كدوز واحد المدة طويلة يعني سنين كتجمع ديك الغبرة الى ما تعاود تسيكات. ان شاء الله غادي تشوفو معايا في هاد الفيديو يعني المراحل اللي كندوزو بها باش نبدلو الديكور ونديرو الديكور الانيق ديال الخيال. كما شوف معايا في الاول الصالون، هذا البيوتا، هذا البيت لقينا فيه الشيفوني، ديكور شيفوني، ديكور قديم حتى هو. ان شاء الله غادي ندوزو الخيال، يعني بارطما كامله غادي تشوف ان شاء الله الخيال ان شاء الله. كتشوفوا معايا هنا الشقاق يعني كيفاش كانت وكيفاش ان شاء الله غادي نرجعوها ان شاء الله. هنا وفي اول مرحله في الخدمه ديالنا كنا هنا ان شاء الله غادي نحاول نحك الحيط كامل مزيان، واللي عنده ليمون فيمكن له يستعين بليمون. هنا ما كانش انا عندي ليمون، يعني غير واحد القطعه كنديروا فيها يعني طرف ديال قاعة الحرش نحكو العمره مزيان، حيت العمره كتبغي تتحكم قبل. الحاجه المهمه اللي ما صورت هو كنديروا الدوليو، الدوليو كتحيد هذاك السراج اللي كيكون فيها اللي كيخليها مرايا، كنحيدو داك السراج كامل عاد تنبداو مرحلة هاد الحكام. يعني كنحاولو نحكوها يعني تولي شوية حرشة باش تيشدنا عليها يعني بريماسيو او الفينيل غادي نديرو او الماك، يعني كل واحد واش نجي يدير باش تيتفيكسي الحيط. هادو البيوتا انا و الصديق ديالي عبد الجبار بدينا فيهم كما قلت فيهم ديكور الشيفوني. كنحاول نحكوهم مزيان كما كتشوفو، يعني الغبرة فيهم بقاو غادي على الطريقة تسنساليو ونبداو ان شاء الله في البريماسيو.
من بعد المرحلة ديال البريماسيون فأنا غادي نبدا ندوي ديالي باش نحاولو نقادو الحيط ديالنا مزيان، حيت ضروري من ندوي فوق انت تكون يعني العنبرة أو الصبغة ضروري من تديرو بريماسيون أو فيكس باش نديرو ندوي، يعني باش الديكور غادي نحطو يلقى فين يشرب. إلا درنا يعني هاد الخطأ كيوقعو فيه بزاف ديال الحريفية، إلا درتي جيتي دير الديكور ديركت على العنبرة أو لا راه معمرو يشرب لك. انا بدي كي الناس راه عارفين هادشي. هنا جات مرحلة ديال فينيس السقوفة، يعني فينيسيو فينيو مزيان، يعني كنحك فيما بانتليش حاجة كنحكها وكندوز يعني الفينيو ديالي او الكواتشو كل واحد شنو كيسميه. هنا بديت الحكان بعد ما ضربت السقوفه، واحد الحكيكه خفيفه كنديروا السيرفور ديالنا لحيت كنحكوه حكه خفيفه، من بعد تندوزو للفريماسيو ديالنا بالفينيل باش يتكروش الحيط باش يصبح جاهز باش نحطو عليه ان شاء الله الديكور ديالنا. هنا بدينا في المرحلة ديال تزيين الديكور، فأنا تنضرب الكوش الأول ديال الديكور ديالنا. أنا خدام ستيلا الشركة ديالها اللي معروفة، كنمشي مع البارتمان ديالي كامل واحد الكوش كيكون تقيل بس كتزيد تقادنا الحيط وتعمرنا، يعني كيبقى هذيك الساعة الكوش الفينيسيو. هنا كنحاول الحاجه اللي ما نسيت ما غطيتها كنحاول نغطيها مزيان البولات باش ما يتوسخوش يبقاو نقيين. وهنا فجا المرحله ديال الفينيسيو، انا والاخ عبد الجبار كنفينيو الحيط ديالنا. هذا الكوش الثاني ربما انا ما باينش الفينيسيو، ولكن بشويه بشويه غادي يبقى يبان لكم الفينيسيو ديال هذا الحيط. هنا راه غادي يبان لكم مزيان دينا كنفينيو، اللهم بارك. الحمد لله حتى حنا يعني كنسعدو من تطلع لنا خدمه مزيانه كتعجبنا اولا عاد باش تعجب الكليان ان شاء الله، هذا هو اللي كاين. وهنا فانا بديت نحيد الشكوش قبل من بعد ما سالينا كنحيد السكوش على البريز اللي درت لهم سكوش، الا درت البريز اللي درت لهم الميكا كنحيد لها اليوم الميكا. كما كتشوفوا كيبقى داك الشيء نقيقي حتى حنا ما كنتكرفصوش في الاخر. المرحله ديال يعني التنقيه يعني مرحله مهمه حتى هي باش الخدمه ديالنا كتكون متكامله، يعني كما خدمتي الحيط وفينيتي خص تفينيتها الارض ديالك تخليها نقيه باش ملي كتشوف الخدمه كتشوفها نقيه لا من الفوق لا من التحت، حتى الكليان ملي دخل تلقاك منقي بلا صوره تعجبو الحال. هذه يعني مساله اللي ضروري منها. Thank you.
كتبقى لنا المرحلة الأخيرة ديال الفيرني، كان فيرني والبيبان صراحة لقيتهم يعني نقيين، وعاودنا درنا لهم الفيرني باش يزيدو نقيو من الأخ أخ أبجبرة غادي مع الفيرني، كنت نتعاون أنا وياه. ثم كتشوفها راه اللمعان كيبان ديال الفيرني ديال البيبان. وهنا المرحلة الأخيرة، وشوفوا البرطمة كي ولات، كي كانت وكي ولات، يعني كيفاش دخلنا لقيناها يعني كاملة مسخة، العنبرة الشقايق البرودية، يعني تبارك الله اللهم بارك، يعني ولات في حلة يعني جديدة. الحمد لله هادشي اللي بغينا حنا. ومورا سطا ملي دخلات راه عجبها الحال، اللهم لك الحمد. هادشي اللي كنبغيه. خليكم مع يعني هاد يعني اللقطات الأخيرة من الفيديو كما كشتو، اللهم لك. يعني كل شيء مشى بستيلا، يعني النوتر اللون النوتر اللي كيجي في السطل الباج، يعني هذا هو اللون اللي كنديرو الناس بزاف، كيجي عاطي يعني الضوء للفضاء ديالك، وكيجي مع جميع الفراش، يعني اي فراش حطيتيه كيجي معاه. كانت واحد الحلة يعني او مظهر يعني ممتاز للفضاء ديالك. المهم الى فيديو اخر ان شاء الله، تنتمنى اللي يعجبو الفيديو يعطينا لايك ويدعمنا الى فيديو قادم ان شاء الله. معكم اخوكم صلاح ديكور بنت، الى اللقاء.